النهارده انت ضحيت، خلينا نقول نادي الشارقه الاماراتي، انا واحد لا هو من في الناس. محطه بس وقع بس بغض النادي الشارقه. انا كنت في بعدها رحت النادي العربي القطري، النادي العربي القطري ده بطل اسيا طبعا برضه، نادي من الانديه الكبيره في قطر، وكنت مفروض رايح قطر، لعبت معاهم بطوله اسيا، خدوني لعبت معاهم بطوله اسيا وهكمل معاهم موسم. فوقتها كده بقى جالي العرب. العرض بتاع ال طيب خليني اتكلم بامانه، يعني حد انت من الذكاء، يعني انا استشفيته، عندك ذكاء ورؤيه، الله اكبر عليك يعني. فانت دايما بتعرف تخطط للخطوه اللي ده بعديها. توفيق ايه ربنا، ده؟ توفيق ربنا ده طبعا، توفيق بس ربنا احنا بنقول انت طبعا. بتاخد بالاسباب. طبعا النهارده عندك خطوه ان انت هتسيب كل ده، خلي بالك بقى، هتسيب كل ده. خلينا نتكلم بقى بلغه اللعيبه، هتسيب راتب كبير، هتسيب وضع في الخليج انت عملته واسم عملته، بتنقل ما بين اكبر انديه في الخليج، لفجاه بترجع بلدك تاني مصر، نادولك عايزينك في منتخب مصر. الخطوه دي عايز منها ايه؟ هو الاول الاسلوب اللي جات لي بيه، اللي جالي بيه الموضوع، الاسلوب اللي جالي بيه الموضوع ان الراجل هو اللي طلبني. ايه ده؟ يعني انا جالي الكلام كده ان الراجل باستور وهم خوان كارلوس. بيتعاقدوا معايا، قالوا له، قال لهم انا عاوز هاني. هو سال طبعا، هو ما يعرفنيش، هو سال المدربين اللي كانوا باروندو وديفيد، فهم رشحوني لي. فالراجل دخل، يعني هم راح كان مجهز بروفايل بتاعي، قال لهم انا عايز هاني. يعني هو قبل ما يقعد ويتفق مع الاتحاد المصري كان هو مجهز البروفايل بتاعك كان بحيث انك مجهز. بتتفق هو معاه؟ لا ده الراجل ده يعني منظم جدا. انا في حياتي ما شفتش حد زيه. الراجل ده انا اكاد اجزم يعني ان ما فيش حد جه في مصر بالليفل ده قبل كده، قولا واحدا يعني. اذا كان باروندو وديفيد بيقول لك احنا تلامذته لا 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 اللي احنا الراجل يعني ده، شايفينهم عباقره. الراجل ده انا يعني كم الخبرات اللي خدته في حياتي كله كوم، واللي انا باخده منه كل يوم كوم، بيشتغل ازاي وهو كيرنج جدا بكل حاجه بكل تفتكر تفصيله. طلبك ليه؟ هو كان ليه مواصفات معينه فاتكلم فيها طبقت معاهم عليك. فهم رشحوني ليه. بس ده الموضوع. هو انا لما جيت الاتحاد كلمني بعدها قلت لهم انا محتاج اتكلم معاه الاول، لان هي مش خطوه سهله ان انا ارجع تاني بالظبط. اشتغل مع حد وانا مع مدرب تاني برافو. بره. بس انا بالنسبه لي قبل ما اتكلم معاه الراجل ده، انا كان حلمي بالنسبه لي ان انا اتكلم تشتغل معاه معاه او تستفيد اشتغل منه. اتكلم معاه او اقعد اتكلم معاه واشتغل معاه، لان الراجل ده هو اللي غير مفهوم كره اليد في العالم. يا الراجل ده خبر ابيض. يعني عمل حاجات في الهاندبول مختلفة غير كل العالم اللي بيعمله، والعالم كله قلده واشتغل على نفس الشغل اللي هو بيعمله. يعني انت النهارده نجاح كبير من الاتحاد المصري انه يتعاقد معاه. جدا 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 يعني دي خطوة. انا بقول لك انا من خبراتي بقولها، انا راجل يعني انا المفروض ان انا مش عايز كده عشان ابقى انا بالظبط. مثلا لو انا عايز اقل لا معانا كمان. لا ده راجل انا يعني بقول لك اكاد اجزم ان ما حدش جه في مصر بالليفل ده قبل كده. طيب اللي انا عصرته انت عصرتهم بقى، ما هو انا العصر من الحديث اول كله زوران مثلا، انا عصرت من اول زوران وبعد كده وطالع بقى كل المدربين الاجانب دول. الراجل ده ازاي بيشتغل، ازاي لما بتيجي مشاكل بيتعامل معاها ازاي فنيه، يمكن حصل كذا موقف قدامي انا، وازاي بالخبرات عنده كم خبرات مش طبيعي. حاجه طب يا كابتن محترمه جدا المحطة دي سعيد بيها؟ يعني سعيد طبعا، بوجودك سعيد كمدرب جدا. عام، وان شاء الله هتبقى معاهم في الاولمبيات، وهتبقى معاهم خلاص الاولمبيات شهور، وهتبقى 3 4 شهور هتبتدي، 5 شهور شهر 8 اللي جايه، 7 3 4 شهور هتبتدي الاعداد، هتلعب بطولة العالم معاهم ان شاء الله السنة اللي وراها. يعني حاسس ان انت الخطوة دي كنت موفق ان انت ترجع تاني وسعيد جدا بيها؟ جدا جدا. انا مؤمن بحاجه، ان الواحد لازم طول الوقت يطور من نفسه. وجودي مع راجل زي ده طبعا حاجه كبيره، مش اي حد يتمنى انه يكون يشتغل لا معاه تقدر بثمن. في العالم مش في مصر صحيح، بس. لا انت لو تقدر تشوف احنا بثمن لما انت نسافر بتعمله. بره الناس صح. بتتعامل معاه ازاي، بيقفوا يسلموا عليه ازاي، هم مش مصدقين هم واقفين قدامه بيسلموا عليه. تاني حاجه، انا على الجانب الاخر بقى، انا الفتره اللي فاتت دي الاتحاد الدولي كان عامل نظام جديد كده في اللايسنس بتاع المدربين، ان هو لازم يبقى في حاجات تحت اشرافه. فانا الحمد لله خلصت كل اللايسنس دي لحد لايسنس ايه. انا كمان حلو. بقيت محاضر دولي الحمد ما لله، شاء الله الله الاتحاد اكبر. رشحني، اشتغلت على نفسك الاتحاد كمان. الدولي رشحني، لان الحاجات دي بعد كده في كل دوله بيحاولوا يجهزوا محاضرين دوليين عشان يساعدوهم في حكايه اللايسنس دي. فالحمد لله خدت انا الكورس بتاع خدت اللايسنس الديليجيشن من الاتحاد الدولي معايا بحيث خلاص، انا تبقى بقيت محاضر محاضر دولي. دولي تمام. ولسه هشتغل في لسه ليفلز تانيه هاخدها كمان ان شاء الله. اكيد الموضوع ده خد منك مذاكره وامتحانات انا فتره. طول السنه اللي فاتت دي تقريبا شغالين على طول الكورسات، وطبعا في بروجكت بيتعمل وحاجات بتقدمها اونلاين وفي حاجات امتحانات وبتقدم زوم ميتنج وريسيرشز. بتقدمها بتعمل برزنتيشن وحاجات. يعني الحمد لله كانت سنه بالنسبه لي يعني فيها شغل كتير، استفدت منها جدا وسعيد جدا بالمشروع. انا نفسي، انا حلم، انا لو بتكلم على حلم انا في حياتي من ساعه وانا بلعب، ان انا نفسي نعمل حاجه ميداليه عالميه اولمبيه او في كاس العالم. انا حاسس ان احنا طول عمرنا قريبين، بس ما عندناش، ما حدش يجي يقول لنا نعمل ايه عشان ناخد حاجه زي كده. الموضوع مش سهل.